إذا كان هذا الإنسان الذي طرأ عليه الرياء وهو في أثناء الصلاة جاهد نفسه وحاول بقدر استطاعته في إزالة هذا الرياء عن قلبه، ففي هذه الحالة لا يضره الرياء، لا يضره الرياء اللاهق، وإنما الحكم للسابق. ما هو الحكم للسابق؟ ما هو السابق؟ الإخلاص، لأنه ما صلى إلا لله عز وجل، هذا هو الباعث الأول الذي يدفعه إلى الصلاة، إرادة وجه الله عز وجل. وأما قول الرياء طرأ على نفسه في أثناء الصلاة، ما دام هو جاهد نفسه في إزالة هذا الرياء ومدافعة هذا الرياء، فإنه لا يضره هذا الرياء اللاحق، بشرط ماذا؟ بشرط مجاهدة النفس ومحاولة دفع هذا الرياء عن نفسه. وقد قال الله تعالى، يعني هذا الذي فعله هو نوع من الجهاد، وقد قال تعالى ماذا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واضح إخوان؟ واضح واضح. هناك تنبيه آخر، أنه لا ينبغي للإنسان أن يترك العمل خشية الرياء، خشية الرياء. مثلا يريد أن يقرأ القرآن لكنه يخشى لو قرأ القرآن سيرائي الناس، يعني بمعنى يخاف أن يكون قراءته للقرآن رياء، فلا ينبغي له في هذه الحالة أن يترك قراءة القرآن لأجل خشية الرياء، لأجل خشية الرياء، بل في هذه الحالة عليه أن يقرأ القرآن ويجاهد نفسه في طرد هذا الرياء عن نفسه. هذا الذي ينبغي عليه أن يعمل، ولا يجوز له أبدا أن يترك العبادات والطاعات لأجل خشية الرياء، لأجل خشية ماذا؟ خشية الرياء، لأن هذا نوع من الوسوسة، الشيطان هو الذي يلقي عليه هذه الوسوسة لأجل أن يترك العمل، لأجل أن يترك العمل، لأجل أن يفوته الثواب. بل عليه كما قلنا أن يجاهد نفسه في طرد هذا الرياء ويعمل. لذلك يقول بعض العلماء، يقول بعض العلماء: إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي وقال لك الشيطان بأنك تصلي رياء في أثناء صلاتك، ماذا قال هذا العالم؟ قال: عليك أن تطيل صلاتك، عليك أن تطيل صلاتك، تطيل قيامك وسجودك، لأنك بفعلك هذا تغيظ الشيطان، لأن الشيطان يريد منك أن تترك العبادة، فيوسوس في قلبك بأنك إنما فعلت هذا العمل رياء حتى تتركها، حتى تترك هذا العمل. لذلك ليس عليك أن تترك العمل في هذه الحالة، لأنك إذا تركت العمل سوف يفرح الشيطان لأنه نجح في وسوستك، وإنما عليك أن تغيظ الشيطان. وكيف إغاظة الشيطان في هذه الحالة؟ أن تطيل صلاتك، أن تطيل الصلاة، لأنك إذا فعلت هذا سوف يغيظ الشيطان، لأن الشيطان يريد منك أن تترك الأمل، وأنت فعلت أقصى ما يريده الشيطان، فعلت أقصى ما يريده الشيطان. وآخر من العلماء قال: ترك العمل لأجل الناس هو عين الرياء، هو عين الرياء، ترك العمل لأجل الناس هذا هو الرياء، والعمل لأجل الناس هذا الشرك. أن تعمل عملا أو أن تعبد أو أن تعمل عبادة لأجل الناس هذا شرك، وأما أن تترك العمل الصالح من أجل الناس فهذا هو عين الرياء، فهذا هو عين
arya, wa inna ma alaika kama kulna an ta'mal at-ta'at wa tuhawil mudafa'ata arya an nafsi. طيب هذه هي خلاصة الكلام في مسألة الإخلاص، الإخلاص في النية. طيب نبدأ الآن في الكلام عن القواعد المتفرئة عن قاعدة الأمور بمقاصدها. لحظة. طيب قبل أن نواصل، هل لديكم سؤال حول ما سبق؟ طيب لحظة. نعم. طيب. نعم. كيف ظهرت على شاشتكم العرض يا إخوان؟ نعم زين. نعم زين. هل لديكم سؤال أو لا قبل أن نبدأ في هنا القواعد المتفرعة؟ طيب إذن مفهومة كل ما شرحناها من قبل مفهوم لديكم. طيب القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها. نعم الأمور بمقاصدها كما قلنا هذه قاعدة كلية كبرى، هذه قاعدة كلية كبرى، ويندرج تحت هذه القاعدة الكلية الكبرى مجموعة من القواعد، مجموعة من القواعد الصغرى، وهذه القواعد يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف. يمكن تصنيف القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول هي القواعد المتعلقة بالعقود، والصنف الثاني هي القواعد المتعلقة بالأيمان، والصنف الثالث هي القواعد المستثنات من القاعدة الكبرى. نعم. أما الأولى وهي القواعد المتعلقة بالعقود، القواعد المتعلقة بالعقود، ففيها قاعدة واحدة، قاعدة واحدة، وهي قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه قاعدة صغرى مندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة كما هو مبين هنا متعلقة بالعقود، لذلك قال في لفظ هذه القاعدة العبرة في العقود، أي بمعنى أنه يتعلق بباب العقود فقط. نعم. والكلام في هذه القاعدة في مسائل. المسألة الأولى هي صياغة هذه القاعدة، صياغة هذه القاعدة، فالصيغة التي ذكرناها قبل قليل وهي قولنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، هذه الصيغة هي الصيغة التي صاغ بها علماء الحنفية. العلماء طبعا من المذاهب المختلفة اختلفوا في صياغة هذه القاعدة، كلهم يصوغون هذه القاعدة بصيغة معينة غير ما صاغه الآخر. وأما ما ذكرناها قبل قليل من الصيغة فهي صيغة القاعدة
inda al-Hanafiyah, inda ulama'i al-Ahnaf. Inda ulama'i al-Ahnaf. Lidhalika huna dhakarna siyaghatul qa'idah inda al-Hanafiyah huwa al-ibratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Wa amma al-Malikiyah wa amma inda al-Malikiyah faqad qala al-Wanshariishi al-Maliki fi siyaghati hadhihi al-qa'idah qala idha ta'arada al-qasd wal-lafz ayyuhuma yuqaddam idha ta'arada al-qasd wal-lafz ayyuhuma yuqaddam. Naam, hadhihi hiya sighatu hadhihi al-qa'idah inda al-Malikiyah. Wa amma inda al-Shafi'iyah faqad qala As-Suyuti rahimahullah hal al-ibratu bi siyaghi al-uqud aw bi ma'aniha Naam, hal al-ibratu bi siyaghi al-uqud aw bi ma'aniha. Naam, hadhihi sirah inda Syafi'iyah. Wa amma inda al-Hanafiyah aw inda al-Hanabilah faqad qala Ibn Rajab al-Hanbali fi siyaghati hadhihi al-qa'idah qala idza wasala bi al-fadhi al-uqud ma yukhrijuha an mawdu'iha fa hal yafsud al-'aqd bidzalika aw yuj'al kinayatan amma yumkin sihhatahu 'ala dhalika al-wajh wa fihi khilaf yultafat ila anna al-mughallab hal huwa al-lafz aw al-ma'na. Yultafat ila anna al-mughallab hal al-mughallab ayyuhuma yuqaddam hal huwa al-lafz aw al-ma'na. Hadhihi sirah inda al-Hanabilah kama awradahu al-Imam Ibn Rajab. Naam, idhan lahidhu huna ya ikhwan, al-ulama min al-madhahib al-mukhtalifah ikhtalafu fi siyaghati هذه القاعدة. ما هو الفرق الأساسي هنا بين هذه الصياغ الأربعة؟ ما هو الفرق الأساسي هنا؟ الفرق الأساسي بين هذه الصياغ الأربعة هو أن الحنفية خالفوا المذاهب الثلاثة حيث أن الحنفية عبر أو صاغ هذه القاعدة بأسلوب خبري بينما المذاهب الثلاثة من المالكية والشافية والحنابلة فإنهم صاغوا هذه القاعدة بالأسلوب الإنشائي. الأسلوب الخبري هنا قوله العبرة في الأقوال بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وأما المذاهب الثلاثة كما قلنا صاغوا هذه القاعدة بالأسلوب الإنشائي وهو الاستفهام، لفظ الاستفهام. وما يدل على هذا، قلنا في السابق أن العلماء عندما صاغوا القاعدة بصيغة الاستفهام أو بلفظ الاستفهام هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ماذا يا إخوان؟ تذكرون هذا أم لا؟ لا يحتمل بين صدق والكذب يدل على وجود الخلاف في المسألة يدل على أن القاعدة فيها خلاف بين العلماء. فالحنفية عندما صاغوا هذه القاعدة بالأسلوب الخبري فهذا يدل على أن هذه القاعدة أو مضمون هذه القاعدة متفق عليه عند الحنفية وهو أن العبرة في الأقود بالمقاصد والمعاني، المعتبر هو المقصد والمعاني لا الألفاظ والمعاني، هذا متفق عليه عند الحنفية. وبينما عند المالكية والشافعية والحنابلة فهم يختلفون في مضمون هذه القاعدة، هل المعتبر هو اللفظ أو المعنى؟ من المالكية ومن الشافعية ومن الحنابلة من قال أن المعتبر هو المعنى، ومنهم كذلك من يرى أن المعتبر غير ذلك، لذلك صاغوا القاعدة بلفظ الاستفهام. أدركتم هذا يا إخوان؟
هذا استفهام وهذا استفهام وكذلك هذه وأما هذا أسلوب خبري أسلوب خبري. نعم هذا أولا ما يتعلق بصياغة القاعدة. وأما معنى القاعدة فالكلام في معنى القاعدة يكون من ناحيتين المعنى الإفرادي والمعنى الإجمالي. وأما المعنى الإفرادي فكما تلاحظون أن هذه القاعدة تشتمل على ماذا؟ على عدة كلمات بحاجة إلى التعريف المراد منها، منها لفظ العبرة ومنها لفظ الأقود ومنها لفظ المقاصد ومنها لفظ المعاني ومنها لفظ الألفاظ ومنها لفظ المباني. هذه الألفاظ كل منها لها معنى. فالعبرة معناها في اللغة هو الاعتداد، العبرة هو الاعتداد أي المعتبر، عندما تقول العبرة في كذا أي المعتبر فيها، المعتد فيها، المعتمد فيها. نعم هذا هو المقصود بالعبرة أي الاعتداد. والثاني العقود، العقود، العقود هو جمع عقد وهو ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله. العقد هو ارتباط بين الإيجاب والقبول، لأن العقد لابد أن يكون فيها إيجاب وقبول. العقد يكون بين اثنين، يصدر من أحدهما إيجاب ومن الآخر القبول. نعم فارتباط بين الإيجاب والقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله هذا يسمى عقدا، هذا يسمى عقدا. مثل عقد البيع، أن يقول البائع بعتك هذا الشيء وقال المشتري قبلت، هذا يسمى عقد، عقد البيع، لأن فيه ارتباط بين الإيجاب والقبول على وجه مشروع، لأن هذا البيع مشروع، يعني ما دام فيه توافر فيه الشروط والأركان فهو بيع مشروع، يثبت أثره في محله، يعني محل العقد هو ماذا؟ المبيع. محل العقد هو المبيع. ما هو أثره؟ أثر البيع انتقال الملكية. هذا القلم كان هذا القلم لي، ثم عندما أبيعه ملكا لي، ثم عندما أبيعه لآخر، ما الذي يترتب عليه هذا العقد من الأثر؟ هو انتقال الملكية، ينتقل ملكية هذا القلم مني إلى غيري. هذا هو أثر البيع، يثبت أثره في محله، يعني في محلي وهو المبيع. مفهوم؟ وكذا هنا كذلك عقد الإجارة وعقد السلم وعقد عقود كثيرة. المهم هو العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه المشروع يثبت أثره في محله. نعم المقاصد هو جمع مقصد والمراد به نية المتكلم ومراده، يعني ما الذي يريده المتكلم من كلمته أو من كلامه فهذا يسمى مقصد. النية الذي يريده المتكلم أو العامل من كلامه أو من عمله هذا هو المقصد، واضح هذا. ثم المعاني، المعاني هو جمع معنى، المعاني جمع معنى وهو الصورة الذهنية التي دل عليها القول أو الفعل، الصورة الذهنية التي دل عليها القول أو الفعل، يعني ما الذي يتصوره الذهن من ما يتصوره الذهن، هذا يسمى معنى. يعني عندما تسمع كلمة مثلا ذهب، كلمة ذهب، أنت تسمع كلمة ذهب، ما الذي يتصور في ذهنك؟ حركات معينة وأفعال معينة، هذا الذي ماذا
يتبادر في ذهنك انتقال من مكان إلى مكان، أليس كذلك؟ هذا الذي يتصوره ذهنك، هذا الذي يتصوره الذهن يسمى معنى، يسمى معنى. لذلك يقول معنى وهو الصورة الذهنية التي دل عليها القول أو الفعل. القول كما ذكرنا قبل قليل، عندما تسمع كلمة هناك إنسان من يقول اذهب، مباشرة يتبادر في ذهنك معنى الذهاب، معنى معين، فهذا المعنى هو، فهذا الذي تتصوره هو المعنى. وكذلك رأيت إنسانا يفعل تصرفا معينا، يتبادر في ذهنك معنى معين أو صورة معينة، فهذه الصورة هي المعنى. رأيت إنسانا يأخذ ملك غيره، فيتبادر في ذهنك صورة معينة، فهذا يسمى معنى. طيب، الألفاظ جمع لفظ، وهو الكلام الذي ينطق به المرء بقصد التعبير أما بداخله. إذن اللفظ هو الكلام نفسه، الكلام الذي ينطق به المرء، الذي يخرج من فم المرء بقصد التعبير أما بداخله. يعني إنسان يريد شيئا ما، ويحتاج إلى القلم مثلا، والقلم بعيد عنه، إذن ويريد أن يستعين بغيره، وهذا موجود في داخله، ولكنه عندما يعبر ما يريده في قلبه، فهذا الذي يخرج من لسانه من التعبير، هذا يسمى اللفظ، الكلام الذي ينطق به المرء بقصد التعبير أما بداخله، أما يريده هو في داخله. وما بداخل الإنسان، هذا يسمى معنى. إذن اللفظ والمعنى، المعنى هو الذي بداخل الإنسان، وأما الذي يعبر به الإنسان الكلام الذي يخرج من فمه ليعبر ما بداخله من معنى، هذا يسمى اللفظ. طيب، المباني، المباني هو جمع مبنى، وهي كلمة مرادفة لللفظ وبمعنى اللفظ، ويقصد بها هنا صورته، أي صورة اللفظ، صورة اللفظ الحسية، ليست صورته الذهنية. وأما الصورة الذهنية فهذا معنى، وأما الصورة الحسية فهذا هو المبنى. نعم، إذن ممكن أن نقول المقاصد هو ضد الألفاظ، والمعاني هو ضد المباني. نعم، هذا هو المعنى الإفرادي لهذه العبارات. وأما المعنى الإجمالي لهذه القاعدة، وهو العبرة في الأقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، المعنى الإجمالي لهذه القاعدة هو أن أحكام الأقود إذا اختلفت بين ألفاظ المتكلم ونيته فإنه لا ينظر إلى ألفاظه ولا تبنى عليها الأقود، بل ينظر إلى مقصده ونيته، فعليها تبنى أحكام الأقود. فعليها تبنى أحكام الأقود. إذن معنى هذه القاعدة هو أنه إذا اختلف بين مقاصد المتكلم مع صريح لفظه، يعني إنسان يتكلم كلاما وكلامه ولفظه هنا مخالف لما يقصده هو، ما المعتمد في هذه الحالة؟ هل المعتبر عند تعارض القول بالمعنى، هل المعتبر هو اللفظ الذي تلفظ به أم المعنى أو المقصد الذي يريده المتكلم؟ هذا هو المعنى، يعني العبرة في الأقود، يعني ما هو المعتبر في الأقود، في الأقود، هل المعتبر فيها هو المقاصد والمعاني أم
الألفاظ والمباني بناء على هذه القاعدة فالمعتبر فيها هو المقصد والمعاني. المقصد من هذا العقد والمقصد والمعاني التي تشتمل هذا العقد هذا هو المعتبر، لا الألفاظ الذي خرج من لسان العاقد، لا الألفاظ الذي خرج من لسان العاقد. هذا طبعا في حالة التعارض بين اللفظ والمعنى، فالمعتبر هو المعنى لا اللفظ. مفهوم المعنى يا إخوان؟ مفهوم جد. مفهوم؟ لما لما لو سمعت ما هي الجزئية التي لم تفهمها يا إخوان؟ يعني قلنا أنه إذا اختلف في العقد بين اللفظ الذي تكلم به العاقد وبين ما يقصده في قلبه أو من خلال قرينة الكلام، إذا اختلف بين اللفظ الذي قاله الإنسان وبين ما بداخله من مقصد والمعنى في حالة العقد، أيهما المعتبر؟ ما هو المعتبر؟ هل المعتبر هو اللفظ الذي قاله بحيث أننا نبني الحكم بناء على اللفظ، أم المعتبر هو المقصد أو المعنى بحيث نبني الحكم بناء على المعنى الذي يقصده المتكلم؟ فبناء على هذه القاعدة، مفاد هذه القاعدة أن المعتمد هو المعتمد عند الاختلاف في العقود هو ما يقصده العاقد لا ما تدل عليه اللفظ الصريحة، لا ما تدل عليه الألفاظ الصريحة. واضحة؟ سيتضح أكثر عندما نأتي إلى المثال لهذه القاعدة. طيب ننتقل إلى الأمثلة للفروع المبنية على القاعدة. طيب ما هو الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة؟ العبرة في العقود العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. طيب من الفروع المبنية على هذه القاعدة، أولا إذا اشترى إنسان سلعة وليس معه ثمنها وقال للبائع خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر الثمن، فالساعة يكون لها حكم الرهن ولا تكون أمانة. نعم. طيب أنا مثلا أريد أن أشتري جوالا، أريد أن أشتري جوالا من الدكان بالبقالة، لكنني لا أحمل معي ثمن، لا ليس معي مبلغ الآن، وإنما المبلغ عندي في البيت، نسيت المحفظة مثلا في البيت، ودخلت عندما دخلت الدكان وأريد أن أشتري الجوال فبحثت عن المحفظة ولا أجدها، فقلت للبائع يا فلان يا بائع أنا أريد أن أشتري هذا الجوال ولكنني ليس معي الآن الثمن وإنما المبلغ في البيت، فخذ هذه الساعة لي، خذ هذه الساعة عندك، يبقى هذه الساعة عندك أمانة يبقى هذه الساعة أو تبقى هذه الساعة عندك أمانة حتى أحضر الثمن، حتى أحضر الثمن. مفهوم الصورة يا إخوان؟ مفهوم الصورة؟ مفهوم؟ نعم زين. نعم. يعني يبقى هذه الساعة معك أمانة حتى أحضر الثمن. فإذا أتيت بالثمن أخذ الساعة مرة أخرى وأخذ الجوال. واضح؟ طيب ما هو هذا العقد؟ ما نوع هذا العقد؟ العقد
Rohan zat. Undur huna. Ma huwa al-ibarah huna? Amana. Lahidhu huna. Amana. Aqdu amana. Li'annahu qal khudh hadhihi as-sa'ah amanatan 'indak. Idhan huwa aqdu amana. Yani anta masalan taqulu li zamilika ihfad li hadha al-kitab ana uridu an usafir wa akhudhuha indama a'udu ila ar-raya. Hadha huwa aqdu amana. Hadha huwa aqdu amana. Wa mithlu huna qala khudh hadhihi as-sa'ah amanatan ay wadi'atan. Wadih? Amanatan indaka hatta uhdir asaman summa akhudhuha maratan ukhra. Nah, idhan hadha al-aqd idha nazarna ila lafzihi fahuwa lafzu amana, fahuwa aqdu amana, fahuwa aqdu amana bin nazar ila lafzi lafzihi. Walakin min haythul ma'na hadha laysat amana. Hadha laysat amana wa innama ar-rahn, wa innama huwa ar-rahn. Wadih? Limadha? Limadha kulna bi anna hadha huwa ar-rahn wa laysat amana? Yaqul fas-sa'atu yakunu la hukmu ar-rahn wa la takunu amana, li anna al-amanah yahiqqu lil mu'tamin istirja'aha wa yajib 'ala al-amin irja'aha. Wa amma ar-rahin fa yajuzu tamallukuhu idza lam yahdhur as-saman. Baik, huna idzan ta'arada baina al-lafz wa baina al-ma'na. Min haythu al-lafz huwa amanah li'annahu qala hadhihi amanah, hadhihi as-sa'ah amanah. Lakinnahu madha? Lakinnahu min haythu al-ma'na hiya laysat amanah wa innama huwa ar-rahn. Idzan ikhtalafa baina al-lafz wa madha wal ma'na, fa ayyuhuma yuqaddam, li'anna hukma kulli wahid min al-amanah wa ar-rahn yakhtalif. Idza qulna annaha amanah idzan hukmuha kadha wa kadha, wa idza qulna amanah ay rahn idzan hukmuha kadha wa kadha. Min al-ahkam allati yatarattab ala kulli minhuma anna al-amanah yahiqqu lil-mu'tamin istirja'aha wa yajib 'ala al-amin irja'aha. Al-farq bayna al-amanah wa ar-rahn huwa anna al-amanah yajuzu li al-mu'tamin an yatlub al-amanah mata syaa' li'annahu huwa sahibu hadhihi al-amanah. Ana indama taraktu as-sa'ah inda al-ba'i idza kanat hadhihi amanah yajuzu li an akhudhaha mata ma syi'tu wa yajib ala al-bai' an yurji'aha ilayya mata ma syi'tu. Bainama idza qulna anna hadhihi as-sa'ah rahnan falaysa li an akhudhaha mata syi'tu wa innama alayya an akhudhaha indama usallim ilayhi as-saman, indama usallim ilayhi as-saman. Hadha huwa al-farq, hadha huwa al-farq. Baik, ma hukmu hadha al-aqd idhan? Hal huwa aqdu amanah am aqdu ar-rahn? Binaan ala hadhil qa'idah al-ibratu fil uqud bil-ma'ani, bil-maqasid wal-ma'ani la bil-alfad wa al-mabani. Idhan ma huwa nawwa hadha al-aqd idhan? Ar-rahn. Aqdu ar-rahn. In kana bilafdhil amanah lakin min haythul ma'na huwa ar-rahn, fabittali ya'khudh hukma ar-rahn. Fala yajuzu li fi hadhihi al-hala an aqud hadhihi as-sa'ah illa idha ahdartu as-saman, fa idha ji'tu ila al-bayt fa akhadtu as-saman thumma dafa'tu as-saman ila al-bayt fi hadhihi al-hala yahiqqu li an aqud hadhihi as-sa'ah li anna hadhihi as-sa'ah rahnan. Wa amma qulna annaha amanah yajuzu li an akhudhaha hatta wa illam usallim as-saman. Wadih ya ikhwan? Wadih. Taib. As-sani من الفروع أيضا إذا قال شخص لآخر وحفظك هذا الكتاب على أن تؤتيني حقيبتك. مادرة ست الوقت انتهى. الوقت انتهى. طيب نكتفي بهذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanang.